صراحة تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. معكم الأستاذ زكريا بن سعدون في مادة الرياضيات. اليوم جيت صحاب البيام. صحاب البيام رانا اليوم في درس جديد اللي هو أهم الدروس تاع الهندسة، درس نظرية فيثاغورس. ما كاش سوجي تاع بيام ما يطيحش فيه، دايما يطيح في تمرين هندسة ولا في وضعية إدماجية. بعد ما شفنا المرة اللي فاتت الدرس اللي كان قبله على طاليس، طاليس المباشرة وطاليس العكسية، اليوم جيتكم في درس نظرية فيثاغورس. اللي كيف وجدوا معاكم كاي، ستيلوات، كالكولاتريس، وروح تفهم معايا يا بابا العزيز. اليوم السير تفهم الهندسة نكسلوها. اروح خويا. دونك عندنا درس جديد تاعنا، هو درس ثاني في المقطع الثاني، نظرية فيثاغورس. فيها النظرية المباشرة والنظرية العكسية. نبدأ بالنظرية المباشرة لفيثاغورس. الخاصية واش تقول؟ في مثلث قائم، في مثلث قائم، مجموع مربع الضلعان القائمان يساوي مربع الوتر. واش حبي يقول؟ اروح تشوف. عندك مثلث قائم ABC، هاوليك مثلث قائم ABC كما راكم تشوفوا، هاي هنايا الزاوية القائمة، هاي فئة، صح؟ إذا هو مثلث قائم فئة. لكن مادام هذه زاوية قائمة، تسمى AB هذا الضلع اللي راه لاصق في الزاوية القائمة، نسموه ضلع قائم، ضلع قائم، باسكو كاين قدامه زاوية قائمة. و AC ثاني راهي قدامه زاوية قائمة، تسمى ضلع قائم واحد آخر. تسمى AB و AC نقولوا لهم ضلعان قائمان، ضلعان قائمان باسكو كاين زاوية قائمة في وسطهم. نروحوا ل BC، BC هو أطول ضلع في المثلث. BC شنو هو؟ هو الضلع الطويل كاع الكبير كاع، هو الوتر مالا. إذا واش تقول نظرية فيثاغورس؟ تقول لك مجموع مربع الضلعان قائمان يساوي مربع الوتر. واش معناتها؟ AB أس 2 زائد AC أس 2 يساوي BC أس 2. AB أس 2 زائد AC أس 2 يساوي BC أس 2. هذه هي في مثلث قائم، لازم يكون قائم، مجموع هاوليك مجموع مربع، مربع هاوليك تاع الضلعان القائمان AB و AC، AB و AC ضلعان قائمان، يساوي واش يساوي؟ مربع الوتر، مربع الوتر، مربع تاع بي سي اللي هو الوتر. هذه هي. دونك شوفوا الملاحظه تاعنا واش تقول. نستعمل نظريه فيثاغورس المباشره في المثلث القائم، نستعملوها غير كي يكون مثلث قائم، بهدف، بهدف واش يا شيخ؟ وشنو هي الفائده تاع فيثاغورس المباشره؟ واش نديروا بها؟ نحسبوا بها الاطوال خويا العزيز، اختي العزيزه تحسبي بها الاطوال، فيثاغورس المباشره تحسبي بها الطول. اذا بهدف حساب الاطوال، بهدف حساب الاطوال تحسبي بها الاطوال. بيان سور عندها شروط ما تطبقيهاش هكذا كبرت. هاوليك التنبيه، شروط تطبيق نظريه فيثاغورس المباشره عندها زوج شروط. الشرط الاول المثلث يكون قائم، اوكي لازم المثلث يكون قائم لك ديجا كي تبدا في مثلث قائم، او يقول لك تصرف المثلث القائم. اذا الشرط الاول المثلث يكون قائم. والشرط الثاني طولين معلومين. واش معناتها طولين معلومين؟ معناتها زوج اطوال يمدهم لك. هو واش يدير؟ يعطيك مثلث قائم يمد لك منه زوج اطوال ويقول لك حسب لي الطول هذاك الثالث اللي يخص اللي مازال ما عندكش. انت تستعمل فيثاغورس المباشره باش تحسبه. مثلا يمد لك AC، يمد لك AB و AC وتحسب BC، يمد لك BC و AC وتحسب AB، يمد لك BC و AB وتحسب AC. هذه هي. اذا الزوج اطوال طولين معلومين، زوج اطوال يمدهم لك وزيد المثلث قائم. اذا كانوا هاد الشرطان محققان نقول باللي نقدر نستعمل فيثاغورس المباشره لحساب الاطوال، لحساب الطول خويا العزيز. هذه هي. نروحو دير التمرين التطبيقي من الاخر خويا العزيز، ما نقعدوش نهضروا بزاف. الرياضيات هذه هي ابليكاسيون، تطبيق، لازم دير تمرين تبدا تحل باش تشوف اذا صح فاهم. شو معايا واش قال لك؟ قال لك لديك ABC مثلث قائم في A، ABC مثلث قائم في A، مثلث قائم الشرط الاول راهو محقق، اوكي. حيث AB عطاه لي 1.5 سنتيمتر و BC 2.5، عطاني AB والBC. يا خويا انا يا نروح نحسب، نروح نرسم قبل ما نبدا نحسب، نروح نرسم، نرسم الشكل تاعي على حسب واش يقول لي ونخدم. معايا تبعوا معايا، نجي لهنا نرسم المثلث تاعي، هاوليك المثلث ديالي، درت زاوية قائمة، قال لي وين؟ قال لي قائم،
قال لي قائم في A، سما ندير هنا الA، عطاني A B واحد ونص، A B واحد ونص، نقولوا هذه هي البي واحد ونص سنتيمتر، وعطاني A C ما على باليش شحال، و B C عطاها لي زوج ونص. A C هو راني نحوس عليه، هاي لك احسب الطول A C طريبي. إذا B C عطاه لي زوج ونص، A C ما عنديش، هو اللي راني نحوس عليه. ليكيب السؤال تاع التمرين وشنو هو؟ واش يقول السؤال؟ يقول لك احسب الطول. واش يقول لك؟ احسب الطول خويا العزيز. نستعمل نظرية فيثاغورس المباشرة في المثلث القائم بهدف حساب الأطوال. احسب الطول، حساب الأطوال، حنا نسحقو فيثاغورس لحساب الأطوال. إذا ليكيب باش نتحققو باش نفيريفييو اسكو صح نستعملو فيثاغورس، باسكو عباك تقدر تحسب الطول بطاليس المباشرة، تقدر تحسب الطول بالكوسينوس سينوس طونجونت نسب مثلثية اللي راح نشوفوهم في الدرس الجاي هكذايا. دونك باش تتأكد وتفرق بيناتهم تحسب الطول باستعمال فيثاغورس مباشرة لازم تشوف الشروط. إذا كان الشروط تاع فيثاغورس مباشرة محققة نقدروا نحسب الطول بها فيثاغورس مباشرة. إذا عندي زوج شروط، المثلث يكون قائم، قالها لي لديك ABC مثلث قائم في A، قالها لي ولا لا؟ لا هاي لك ABC مثلث قائم في A. إذا الشرط تاع مثلث قائم أوكي راه محقق. الشرط الثاني طولين معلومين يمدلي زوج أطوال، مدهم لي هاي AB مدهالك وهاي BC مدهالك، أوكي مدلي الطولين، نقدر نحسب ديريكت AC بتطبيق نظرية واش؟ نظرية فيثاغورس. واش نقول لهم؟ نقول لهم ديريكتومون بما أن بينو لهم بلي الشرط الأول محقق، بما أن ABC مثلث قائم، راهو قائم، مثلث قائم في A، بما أن ABC مثلث قائم في A، فإن إذا هكا نقدروا نبداو نعوضوا. واش نعوضوا ليه؟ كيف نبداو؟ AC أس 2، AC أس 2 زائد AB أس 2 مجموع مربع ضلعين القائمين يساوي مربع الوتر BC أس 2، BC أس 2 ونبدا نعوض. شحال عندي AC؟ ما عنديش، هو راني نحوس عليه، هيا خليه مالا بالحمر. زائد شحال AB؟ عندي AB، AB تاعي شحال؟ واحد ونص، تسمى 1.5 أس 2 يساوي BC، BC زوج ونص، إذا 2.5 أس 2 طيب يا هذه هي. دونك ليكيب نبدا نعوض ونحسب أكثر بيان سور. عندي AC أس 2 زائد 1.5 أس 2، كالكولاتورة إلكترونيكا روحوا الكالكولاتريس، 1.5 أس 2 تخرج لكم 2.25، 1.5 أس 2 تخرج لكم 2.25. بلاك تقولوا لي 3 تغلط نقطعك، 1.5 أس 2 تقول لي 3 تحت ضربها في 2، لا لا 1.5 أس 2 كالكولاتريس دير أس 2 يعني 1.5 في 1.5 ماشي في 2، بالك تغلط. إذا 1.5 أس 2 2.25 و 2.5 أس 2 تجيكم 6.25. شوف خويا العزيز، AC أس 2 زائد 2.25 يساوي 6.25. أنا على واش راني نحوس؟ على المجهول AC. دونك هذا معلوم وهذا معلوم، هذا هو المجهول ديالي، ندير المجاهيل في طرف والمعاليم في طرف. هذه هي، نخلي هذا AC أس 2 منا، ندير يساوي AC هو راني نحوس عليه، تسمى راهو مع AC أس 2 خليه وحده منا، وهذوما ديرهم كيف كيف. 6.25 كانت في الطرف الاول خليها 6.25، و 2.25 كانت منايا في الطرف اللي من هيك موجبه تروح من هيك واش تولي سالبه، تسمى تولي لك 6.25 ناقص 2.25. اذا AC أس 2 يساوي شحال؟ 6.25 تنحيلها 2.25 راح تجيك 4. اذا AC أس 2 يساوي 4، اذا كان AC أس 2 يساوي 4 تسمى AC شحال؟ باش نحيو الاس، باش نحيو هذا الاس واش نديرو؟ الجدر. واش نديرو خويا العزيز؟ الجدر الصقله ديريكت. اذا AC أس 2 يساوي 4 واش حاب يقول؟ معناه ان الAC هو جدر 4 واللي هو 2 سنتيمتر. جيد، هذه هي هكا رانا حسبنا الطول AC هو جدر 4 اللي هو 2 سنتيمتر. واش نقول لهم دوك؟ نقول لهم حسب النظريه المباشره اللي في طاووس لازم تمونسيوني خويا العزيزه، لازم تطاقيه، باسكو كاين بعض الاساتذه غير على جال هديه كيما تقولوش حسب النظريه العكسيه ينحي لك نص نقطه ولا نقطه ولا، والله غير ما يحلبك يتيريك ديريكت. دونك مونسيوني
انت شغل بالقدر تقادر في طاغورس دار لنا نظريه نحسبوا بها الاطوال سهلها علينا يا خويا انا نقادر ونطاقيه. اذا اكتبها لي لهنايا حسب النظريه المباشره لشكون اللي طاقي اخويا العزيز اللي في طاغورس حسب النظريه المباشره اللي في طاغورس رانا حسبنا الطول مفهوم خوتي. هذه هي اذا هذا التمرين التطبيقي الاولاني راني شرحته لكم مليح. التمرين التطبيقي الدوزيام نخليه لكم ليكم نتوما كالعاده اطغاو في لي كومونتير خويا العزيز اطغى في لي كومونتير. التمرين التطبيقي تحلو في الكاي ديالك وحط لي لا ريبونس في الكومونتير نفيريفيها واللي يجيبوها صحيحه بيان سور يخلوا لي الانستغرام تاعهم بعد ما نحلها نحطهم في انستغرام. اذا نديرهم ستوري هذه كاع اللي يديروها صحيحه ان شاء الله. اذا التمرين التطبيقي الثاني واش يقول؟ قال لك او اف جي مثلث قائم في جي. اذا الشرط الاول او كاين مثلث قائم في اف في اف ماشي في جي. الشرط الاول مثلث قائم حيث او اف 6 سنتيمتر او جي 8. الشرط الثاني طولين معلومين راه مدهم لي. السؤال احسب الطول جي اف. اذا السؤال تاعنا احسب الطول نستعمله في طاغورس المباشره لحساب الاطوال بيان سور كيما استعملنا في طاغورس مباشره في التمرين الاولاني روحوا استعملوها في التمرين الثاني وقولوا لي كامل في لي كومونتير شحال لقيتوا الطول جي اف. هكذا خوتي ما تنساوش كيما راني ندير مجهود راني نقري نحط لكم في انستغرام ملخصات ندير لي لايف لي فيديو في اليوتيوب ولا راني نتعب. دونك كيما راني ندعمكم دعمونا وشجعونا باش نوجدوا لكم المزيد من الفيديوهات. كيفاش دعمونا؟ باين اخويا العزيز دير لنا جامع الفيديو بارطاجي مع صحابك دير ابوني لاباج وفعل الجرس دير هذيك سبسكرايب اللي تفعل لك الجرس بيان سور علاش باش يوصلك كل حاجه جديده تكون مريح تكونيكتي تخرج لك نوتيفيكاسيون الاستاذ زكريا مات راه حط فيديو في اليوتيوب باش ما تراطي والو وتستفاد خويا العزيز. هكذايا بارطاجي مع كامل صحابك اللي تاعهم الفائده.